نعم، حقيقة اليوم منذ ساعات الصباح الأولى شهدنا هدوءا نسبيا على معظم الجبهات، القتال ما بين قوات النظام والفصائل العسكرية من ريف حماة إلى منطقة جبل الزاوية إلى منطقة ريف حلب الغربي إلى ريف حلب الشمالي، هدوءا كامل على هذا خط الاشتباك ما بين قوات النظام والفصائل العسكرية. كان يوم أمس وإقلاع عدة طائرات حربية روسية من مطار حميمية تجه باتجاه الشمال السوري بدون أي تنفيذ، بدون أي غارات جوية. قامت بعدة دائرات حول محافظة إدلب وقامت بالعودة إلى مطار حميميم الذي انطلقت منه. اليوم أمس كان هنالك قصف مدفع وصاروخي على منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ألف الطيري، سفوهن، كفر عويد، هذه المناطق تعرضت للقصف المدفع والصاروخي من قبل قوات النظام. اليوم في منطقة ريف حلب الغربي شهدنا كذلك الأمر هدوءا نسبيا منذ ساعات الصباح الأولى. اليوم ويوم أمس كذلك حشودات النظام السوري والميليشيات المحلية والأجنبية وخاصة الميليشيات العراقية والإيرانية دخلت إلى مدينة سراقب، دخلت إلى خط الجبهة إلى منطقة جبل الزاوية مزججة بالسلاح الثقيل بالمدرعات والدبابات والرشاشات الثقيلة والعناصر، مئات العناصر انتشروا على خط الجبهة. بالمقابل كذلك لما تعزيزات عسكرية تركية تصل إلى مدينة إدلب وانتشرت في المصطومة وغيرها من المناطق التي أنشأت نقاط مراقبة فيها نقاط عسكرية. كذلك الأمر الأرذلة التي دخلت إلى محافظة إدلب بتضم دبابات وراجمات ومدافع ورشاشات ثقيلة، وبالإضافة إلى عناصر مشاة، هؤلاء العناصر وجميع الأرذل انتشرت في محافظة إدلب. إذن نلاحظ أن استمرار الحشودات ما بين كلا الأطراف، ما بين قوات النظام من جهة والميليشيات المحلية والأجنبية، وما بين الفصائل العسكرية من درع الفرات وغصن الزيتون والفصائل العسكرية المتواجدة في محافظة إدلب، إلى جانب القوات التركية التي دخلت يوم أمس وحتى هذه اللحظات. وأنا أتحدث معكم وردنا خبر أنه دخول الأرتال العسكرية جديدة الآن تضم أكثر من 200 دبابة، وهذا الرتل يضم دبابات وراجمات تصل إلى محافظة إدلب. يوم أمس بحسب إعلام النظام تابع لقوات النظام أو الصفحات الموالية تم نزل الخبر يعني على عبر صفحاتهم بمقتل 3 عناصر قتلوا على خط الجبهة كانوا متواجدين في تل النار بإثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة كفر سجنة الواقع في منطقة جبل الزاوية. بلال غاوي مراسل اليوم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من ريف إدلب.